شو سبب خروجك فترة من التيار الصدري؟ لا هو مو خروج، هو زعل كان. اي زعلت فترة وراضاني. زين أبني أبي التفاصيل أكثر. شو سبب الزعل؟ يعني مجرد نقل، يعني نقل كلام. يعني تعرف أنه الحواشي اللي موجودة بكل مكان. أنا سمعت أنه يعني خربت علاقتك بالنجف بالبداية بسبب تدخلك بأمور سياسية، يعني قمت تحكي هواية بالسياسة، هذا الشيء ما كان عاجبهم؟ لا لا مو هيك، لا لا كان أكو موضوع يعني يعني موضوع اتخذته موقف بالضبط. فكبروا الناس اللي قريبين سمعت السيد وفهموا وجهة نظر ثانية. زين وأنا ما كانت يعني ما كنت أقدر أوصل من السيد وأحكي يعني تبرر. اي أبرر الموضوع. فصار الزعل طول تقريبا 3 سنوات 4. زين بعدها صار الصلح. شنو المسلسل اللي اعتذرت عن غناء مقدمته؟ لا لحن مو تلحن مقدمته. لحن مسلسل أردني بدوي بس كافي. زين نقول الأغنية لمنو؟ يعني هو راح وقته يعني. اي بس فرصة. لا هو هي ليش رفضت تلحنها مبدئيا؟ والله هي يعني مو قضية فرصة ما فرصة، هذا يعني هو هذا المجال يعني كانت أغنية لراشد الماجد. لا بس أخدمك يعني هو هذا الموضوع. يعني الفرص متاحة بي يعني مو فرصة واحدة إنه تعال، بس هي قناعة، مسألة قناعة مو أكثر. أنت قصدك أنها أغنية ما حبيت؟ أي طبعاً قناعة. لو كانت إنشودة كنت راح توافق؟ أي طبعاً كيد. يعني من هاي المبدأ. أي طبعاً. أوكي كم لحن انسرق منك؟ أريد رقم بحدود كم لحن؟ يعني أناشيد ون... أي وصارت أغاني أو صارت أناشيد أخرى؟ يعني ما عادني بصراحة بس هواية. يعني طيني رنج يعني شيء أكثر من 30. أوه أكثر. زين بين قناة الفرقدين وقناة الفرسان شنو القناة أضافت لك أكثر واللي ارتاحيت وياها أكثر؟ لا شوفوا بصراحة القناتين أنا من موجود بهن موجود فعال. يعني إذا كانت الفرسان أنا كنت مدير عامها، يعني أنا اللي أديرها. كنت مدير عام. أي مدير عام كنت فأنا أديرها. أما قناة الفرقدين فهي قناة مدير فني أنا بها، فأنا يعني أغلب وقتي أنه أقوم الناس بها ما أقوم نفسي. يعني شيء قليل يعني أسجل، حتى تسجيل قليل يعني بها. يعني إلا أصفهن وكذا ويطلع في شيء ضار. شنو قرار إداري اتخذته وكان صحيح بهاي القناة؟ يعني دعمت أحد معين؟ شنو اللي سويته؟ بخصوص بأي قناة منهم؟ الاثنين، أنت الاثنين عندك بهم مكان إداري؟ أي لا الفرقتين فني مو إداري. إيه بالفرسان كان إداري. إيه وهم بالقناة هنا أنا أدعم الشباب دائما يعني أنا ويا الشباب. والأطفال خصوصاً. إيه ليش دائما تدعم الأطفال؟ تطلع وياهم بأناشيدهم؟ لأنه أنا تأذيت وأنا صغير. إيه ما ريتهم يتأذون. حبيت تعوضهم. إيه طبعاً لأنه هواي تأذينا وإحنا صغار. هم بهذا العمر وأنا أعرف شعورهم واندفاعهم بهذا العمر. أولادك يعني أتذكر نفسي. منك؟ واحد منهم إيه. منو؟ مهمل شوي. حلو. إيه. ناوي تدعمه لو أنت ضد؟ لا لا أبداً دراستهم بس. ليش كلكم هيك؟ يعني هذا الشيء راح يخبط. مو إحنا تعبنا من هذا المجال. لأنه مجربي تعبنا. أكو مجال بالدنيا مو متعب؟ أكو. والله أكو. زين إنسان لا يصفني اللي.